الله يحفظك لي الشرف أنا النهاردة المشاركة وتكريمي في مؤتمر مصر والعراق على ضفاف النيل، وبصفتي سفيرا للسلام وسفيرا للفن العربي وللسلام والشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان، نحن ندعم كل الملتقيات الحضرية وملتقى البلاد العربية لتعزيز الوحدة الوطنية ولتنشيط العلاقات الثقافية والاقتصادية والعسكرية والسياسية بين البلاد العربية، بين مصر وكل بلد عربي في أنحاء العالم. العلاقة بين الشعب المصري والشعب العراقي هي علاقات تاريخية تعود منذ الجدود، منذ تأسيس البلاد العربية ومنذ العصور القديمة. العلاقات المصرية العراقية هي علاقات تاريخية تجمع بين الشعبين بثقافة عربية واحدة وموحدة، وثقافة وطنية وقومية انتمائها عربي وقومي عربي واحد. إن مصر والعراق هم شعب واحد، وهم بلدان عربيان أساسيين يلعبان منذ التاريخ أهم الأدوار في إبراز الدور العربي الوطني والثقافي والسياسي والإعلامي. هنا أنا أحيي شعب العراق وشعب مصر ونشد على أيديهم لتعزيز الوحدة الوطنية بين هذين الشعبين، لمواجهة كل مؤامرات الإرهاب، لننتصر على الإرهاب الذي يجتاح بلادنا. وبإذن الله مؤمنين بعون الله تعالى إننا سننتصر في النهاية. تحيا مصر وتحيا العراق. الفنان اللبناني العربي إبراهيم الصافي سفير السلام في العالم. أيوة، بمناسبة شهر رمضان المبارك أرفع رايات وأسمى رايات التهنئة للشعب المصري والشعب العراقي والشعب اللبناني والشعب العربي من المحيط إلى الخليج. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية. برضو يسعدني أن أهنئ الطوائف المسيحية بأعيادهم الحالية، والتي شاركت عدد من احتفالات القداس في احتفالات طائفتنا الكريمة بإذن الله تعالى. وأنا مع الشعب المصري ومع كل طوائف الشعب المصري وطوائف الشعب العربي، أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر.